Hello, good morning, my dear students. How are you? Today, inshallah, we are going to learn a new reading. اليوم رح نتعلم درس قراءة جديد يا أول يا أبطال من صفحة 23. Please open your student book at page 23. افتح لكتابك الملون يا أول على صفحة 23. طبعاً حابة أذكركم إشي يا أول عفواً اللي هو بعنوان وحدتنا. لما أسألك في حصة الزوم What is the title؟ يعني شو عنواننا يا مس؟ شو عنوان الوحدة؟ بنقول Let's go to school. عنوان وحدتنا هيا بنا إلى المدرسة. اليوم بدنا ناخد درس القراءة يا مثل اللي موجود عنا بصفحة 23. هيك شايفه عم بأشر لك عليه. موجود عنا بصفحة 23 يا أول يا أبطال. رح أبلش أقرأ لك إياه أول مرة وتاني مرة بعديها الثالثة عشان أنت أشرح لك عن إيش بيحكي درس القراءة اللي موجود عنا. خلينا نبلش. عنوان درسنا تاع القراءة Come and sing تعال وغني إنه تعال وغني معنا تمام يلا خلينا نبلش Listen My teacher is playing music I love school We open our books We make a line We do many things My teacher wants us to sing Come And sing with us. رح أرجع أعيد لك إياه. يلا. Listen. My teacher is playing music. I love school. We open our books. We make a line. We do many things. My teacher wants us to sing. Come and sing with us. تمام طبعا انا ما علمت لك لانه كنت اخلي اللون انه يصير بالاحمر هلا رح اسمعك اياها يا مس من درس القراءه بس قبل هيك بدي اخليك احكي لك عن ايش بتحكي يا مس الباراجراف او التكست اللي موجود عندنا come and sing معناها يا مس تعال وغني listen معناها استمع my teacher is playing music معناها يا مس انه معلمتي my teacher معناها معلمتي is playing music انها يا مس تعزف على الموسيقى أو تعزف الموسيقى. I love school معناها أنا أحب المدرسة. We open our books إنه إحنا بنفتح كتبنا. We make a line إنه إحنا بنعمل خط أو بنصنع خط. We do many things إنه إحنا بنعمل العديد من الأمور أو العديد من الشغلات. وين طبعاً؟ بالمدرسة صح؟ My teacher wants us إنه معلمتي تريد منا To sing معلمتي تريد منها إن نغني Come تعال and sing with us إنه تعال أغني معنا يلا رح أسمعك إياها يا أول عن طريق الأبليكيشن يا حلوين يلا اسمع Come and sing Listen My teacher is playing music I love school We open our books We make a line. We do many things. My teacher wants us to sing. Come and sing with us. تمام يا أول؟ هاي سمعتك إياهم وقرأت لك إياهم أنا ثلاث مرات هلأ خليني أحكي لك عن الفوكابيولاري يا حلوين عشان تكتبوهم عندكم على الدفتر طبعاً هم الفوكابيولاري أغلبهم المعاني موجودين بالفوكابيولاري بصفحة 22 إذن في عنا the vocabulary from page 23 بصفحة 23 الكتاب الملون عنا number 1 come and sing تعال وغني number 2 Listen معناها استمع. Number 3 My teacher معلمتي. Number 4 Playing music تعزف الموسيقى. Number 5 I love school أنا أحب المدرسة. Number 6 We معناها نحن. We لما نكون مع بعض بالصف شو بدنا نحكي عن حالنا؟ We اللي هي نحن. And 7 Many things العديد من الأمور مش صار يقول إنه we do many things إنه إحنا بنعمل كتير شغلات بالمدرسة طيب خلينا نكمل continue number 8 wants معناها تريد and the last one with us معناها معنا اللي هو لما صار يقول يا مس come and sing with us إنه تعال وغني معنا احفظوهم يا أول هدول الفوكابيولاري
كتير سهلين وحلوين، ودرس القراءة تاعنا كتير حلو إن شاء الله، عشان بحصة الزوم نتعلم السبيلنج التهجئة مع بعضنا. أوكي يا أول، have a nice day and see you in the class Zoom إن شاء الله or tomorrow. أوكي goodbye.